أصالة ممكن تعتذر ولا صعب تقول أسفة؟ أسهل شيء قول أسفة. أسهل شيء يعني ما بحب أغلط مشان ما أقول أسفة، بس أنا بغلط لأني أنا كتير سريعة وتلقائية بزيادة، ومرات الكلام ما بيمرق هيك عن طريق الفلتر العقل، فبغلط مندفعة وبحس مرات بحس بنفس اللحظة، ومرات باخذ شوية وقت لأنه أنا بحاسب حالي يوم يعني يوم بيوم. لما بروح هيك بدي نام فكر اليوم شو عملت، مين زعلت، لمين لازم اعتذر، لأنه أنا بغلط عموما وأنا ماشية بحكم سرعتي يعني بالتفكير وبقول آسفة. فأنا كتير بيعذبني ضميري إذا، لأني كمان أنا ملوثة طبعا، أنا بحاول نظف حالي طبعا، يعني الأزمات هي اللي أنا مرقت فيها والمحن هي معني بحاول نظفها أول بأول، روح عند دكاترة نفسيين، عندي كان ثلاث دكاترة نفسيين ولايف كوتش، بهدول كلهم أنا أكيد مالي مثل ما كنت زمان، أنا زمان كنت كتير أحلى.